مزيد من التفاصيل حول فعاليات المعرض ينضم إلينا مباشرة من هناك مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي، أرحب بك ويعني اطلعنا على أبرز التفاصيل المرتبطة بمعرض إدكس 2023 والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم. تحياتي لك ولكل متابعينا من داخل مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، حيث تقام فعاليات النسخة الثالثة لمعرض إيدكس 2023، المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية. هذا المعرض الذي يشارك به أكثر من 400 عارضا من جميع بلدان العالم، يمثلون أكثر من 40 دولة تشارك في هذا المعرض، بعدد كبير من الشركات والتي تشارك بصناعات مسلحة وعسكرية ودفاعية، وتمثل تنوع أيضا ما بين البري والجوي وأيضا الدفاعي، ونتحدث عن البحري أيضا مشاركة كبيرة في هذه النسخة. هذا المعرض الذي يأتي كتجمع عسكري كبير لعرض الكثير من الخبرات وأيضا المنتجات الدفاعية والعسكرية والتي تمثل قطاعات ومناطق متنوعة من العالم، وأيضا تبادل للخبرات الكبيرة ما بين الشركات العاملة في هذا المجال سواء الصناعات الدفاعية والعسكرية. وأيضا هذا المعرض الذي انطلق منذ اليوم الرابع من ديسمبر وحتى السابع من ديسمبر ليشكل بانوراما كبيرة جدا وتجمع كبير جدا وأيضا مدلول كبير على رغبة الدولة المصرية في هذا التنوع، وحرص أيضا في إصدار والعديد من الإصدارات المصرية الخاصة بالصناعات المسلحة والعسكرية والدفاعية. أيضا هذا هو المشهد لليوم الأول في افتتاح النسخة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2023. نعود إليك. يعني رامي، حدثنا عن يعني بعض التفاصيل المتعلقة بأجنحة المعرض المختلفة وأبرز ما شاهدته فيها من خلال تجولك في الساحات وفي الأجنحة المختلفة للوفود المشاركة وأيضا الإقبال من قبل الزائرين. من خلال العديد من الجولات داخل أجنحة وقاعات هذا المعرض، ربما الحاضر إلى هنا والقادم إلى مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية يرى هناك تنوع ما بين العرض سواء الشركات الدولية التي تمثل عدد من البلدان والقوى العظمى العسكرية، وأيضا التنوع في الصناعات. هناك صناعات ثقيلة وثقيلة كالتي أقف أمامها اليوم أو الآن، وأيضا هناك عدد من الصناعات الخفيفة وأيضا عدد من الورش والخبرات المتنوعة التي تتبادل ما بين الشركات وأيضا الجهات العسكرية المشاركة بشكل كبير. وأيضا مصر تشارك بعدد كبير من الأجنحة، إذا تحدثنا عن وزارة الإنتاج الحربي، إذا تحدثنا أيضا عن الهيئة العربية للتصنيع، تشارك بالعديد والعديد من المنتجات العسكرية والدفاعية المصرية. والآن أقف أمام عدد من الشركات التي تمثل أيضا دولة تركيا وبها عدد من الصناعات الثقيلة كما أقف الآن أمامها، لتبرز التنوع الكبير ما بين الصناعات الثقيلة والخفيفة وأيضا التنوع في عدد من الورش والخبرات المتبادلة بين الشركات المتواجدة هنا وأيضا الكثير من الشركاء سواء في إفريقيا والشرق الأوسط في هذا المجال تحديدا. أشكرك شكرا جزيلا رامي محمد مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من مقر انعقاد معرض إيدكس 2023.